شكرا سيد العامل. معكم سلام دار الزهراء رئيسة جمعية الآباء وأولياء تربية الحسن الثاني. أول حاجة، ماذا عسنا أن نقول وماذا عسنا أن نفعل؟ هذه الجائحة أكثر من جائحة تاع كورونا. إحنا بغينا حد، واش كاينين امتحانات إجهادية ولا ما كاينينش؟ إحنا توترنا ولادنا توتروا سيد العامل، ما عرفناش كيف غنصدوا، ما عرفناش كيفاش غنديروا. واش الحكومه ما لقاتش الحل؟ عاد غنلقاو حنايا الاباء؟ انا بنتي عندها الباكر ما عرفتش كيفاش غادي ندير، انا توضرت ما عرفتش، دخلت واحد الدواره مستحيل انني نخرج معاها، مستحيل انني نخرج منها. الله يخليك السيد عامل، شوف لنا شي حل ولو تجيب لنا غير الاساتذه المتقاعدين يحلوا معنا المشكل. انا في نظري الدوله ما لقاتش الحل، فاحنا ما عندناش الحل. احنا واخا كنصبروا الاباء ونصبروا الامهات، ولكن راه ماذا عسنا ان نقول وماذا عسنا ان نفعل. وشكرا. وهو اللقاء التواصلي جانا مزيان، والحمد لله عرفنا رؤساء جمعيات، عرفنا شحال من حاجة. وهذا اللقاء التواصلي سيد العمل بغى فيه حلول على هذا الشيء اللي تيوقع عندنا في المؤسسات التعليمية. فنتمناو أنه يكون حلول، نتمناو أنه يكون حلول، وبغى أن التلامذة حتى هما يرجعوا للمدرسة. هذا الشيء اللي كاين. النظام الأساسي هذا كارثي. ما نكذبش عليك، كارثي هذا النظام الأساسي. فبغينا حتى الاستاذ يخدم وهو مكرم، خصو التكريم، اما باش تهرسوا بحال هكا راه ماشي قانون هذا الشيء. وشكرا. شوف نقول لك، المدارس الخصوصيه دابا حاليا الثمن راه طلع لواحد الدرجه كارثيه. كاينه المؤسسه اللي وصلت 4000 درهم في الشهر في الباك، كنقول لك الباك. واخويا الا كنت غنقري ولدي انا ب 4000 درهم وحسن يخرج من المدرسه وندير ليه مشروع بديك 4000 درهم، ناخذ ليه كريدي وندير ليه مشروع وبخير وعلى خير. حاجه لا ما راضيينش، بالعكس ما راضيينش، ونتمنوا انه يكون حل ان شاء الله في القريب العاجل. الرساله هو انه نلقاو حل. الدوره الاولى مشات، فنتمنوا خير انه يكون حل ان شاء الله في الدوره الثانيه. باش يوصلكم جديد ديال اسفي الان، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.